صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة اليوم من برنامج الحدث، وضيفنا في هذه الحلقة مدير التحرير المسؤول في صحيفة الجمهورية طارق ترشيشي. معه طبعا سنقوم بجولة على مختلف المواضيع والأزمات الداخلية والإقليمية أيضا، وإنما في البداية نتوقف مع موجز لآخر وأهم الأخبار مع الزميلة كلارا. شكرا لك كاترين، أهلا بكم. نفذت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان تحركها اليوم أمام المداخل الرئيسية لمرافق صور وصيدا وبيروت وطرابلس وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك احتجاجا على عدم تلبية مطالبها. وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام شار الأسمر خلال الاعتصام أمام مدخل مرفأ بيروت أن التحركات الاحتجاجية ستستمر لأن لا مسؤول يتجاوب، والمطلوب هو تطبيق القوانين. وكانت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان قد تحركت الأسبوع الماضي أمام مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكويني. التحركات الاحتجاجية رح تستمر لأنه ما في مسؤول عم يتجاوب. المطلوب هو تطبيق القوانين، قانون السير، المزاحمة الأجنبية، منع اللوحات المزورة، إعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة، خطة نقل عصرية. مستمرين بالإضرابات إلا ما تتحقق مطالبنا. إذا ما بتتحقق مطالبنا رح نكفي، يعني مشوار الجي بدنا نسكر قديش فينا عيمين الطرقات، ما بدنا نسكر طرقات بالمرة، ساعتها بتضايق المواطن بصيروا سبونا. هلأ ما سبونا هالجمعتين، جمعة الجاي تحركنا رح يكون قوي ورح نستمر بالإضرابات والاعتصامات، ورح يمكن في تسكير طرقات. نحن خطواتنا التصعيدية بعد ما خلصت وما انتهت بعد. الأسبوع الجاي في عنا أكثر من خيار. مرة الماضية أعلنت قدام النافعة إما المرفأ وإما مطار بيروت. اليوم نفذنا المرفأ، ولكن لأكون واضح وصريح، مطار بيروت والسياحة في لبنان وسمعة لبنان واللبنانيين عنا إياها كنقابات وقطع نقل أهم وأبدى وأولى من كتير 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 من المسؤولين. إذا هن مش سائلين نحن سائلين. لا سبب، نهار الثلاثة الساعة 10:30 الاجتماع لقطاع النقل، نعلن وين المحطات والتحرك المقبل. ما عندنا منطقة مسكرة، ما عندنا موقع محظور على الإطلاق، إضرابنا وتحركنا سلمي. وسلف من هلأ بعتذر من كل اللبنانيين، لأنه الأسبوع المقبل سوف يكون تحرك قطاع النقل موجع إلى حد ما. القصد ينوجعوا المسؤولين مش المواطنين. نفذ قطاع النقل البري اعتصاما صباحيا بدأ عند السادسة أمام مدخل مرفأ طرابلس، واحتشد سائقو السيارات العمومية والباصات وعمدوا إلى قطع حركة السير لبعض الوقت، ليؤدي ذلك إلى توقف دخول وخروج الشاحنات من وإلى المرفأ. وأكد نقيب السائقين العموميين في الشمال شاد السيد الذهاب نحو التصعيد، منتقدا سفر المسؤولين فيما الشعب يعاني الأمرين، وشدد على تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الصعب. أما نقيب عمال مرفأ طرابلس أحمد سعيد فأكد تأييد عمال المرفأ اتحاد النقل البري في مطالبه المحقة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطيران الحربي قصف أكثر من 100 هدف عسكري في قطاع غزة فجر اليوم. وقال المتحدث باسمه أفيخاي إدراعي أن عشرات الطائرات الحربية أغارت الليلة الماضية على أكثر من 100 هدف عسكري نوعي في التشكيلات الاستراتيجية لمنظمة حماس، مشيرا إلى أن من بين الأهداف التي تم قصفها 10 مجمعات عسكرية تابعة لحماس على طول قطاع غزة، بما فيها مجمعات إنتاج وبناء
قوة وأسلحة متقدمة وقدرات خاصة. وأفاد جيش الاحتلال بأن نحو 150 صاروخا أو قذيفة أطلقت من قطاع غزة منذ مساء أمس، بينها 80 بعد ساعات منتصف الليل الفائت، ما أدى إلى إصابة 9 بجروح وعدد آخر بحالات هلع. وأضاف أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 25 صاروخا منها، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار انطلقت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة أكثر من 125 مرة. وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات خاصة لسكان بلدات غلاف غزة منعت فيها تجمع أكثر من 300 شخص في مكان مفتوح. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 أشخاص في قطاع غزة، بينهم امرأة حامل وطفلتها. أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده لا تريد أن تكون علاقاتها مع السعودية سيئة، لكنها ستواصل بقوة الحديث عن قضايا حقوق الإنسان. وردا على سؤال صحفيين ما إذا كانت كندا ستقدم اعتذارا للسعودية، قال ترودو إن الكنديين يتوقعون منه أن يتحدث بشكل قوي عن حقوق الإنسان. وقال المفاوضات الدبلوماسية تستمر، ولكن كما قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند وكما نكرر، ستتحدث كندا بقوة ووضوح حول مسائل حقوق الإنسان. وكان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير قد قال إن تصرف كندا غير مقبول والسعودية دولة ذات سيادة. في إندونيسيا وقع زلزال قوي بلغت شدته 6.2 هز جزيرة لومبوك اليوم، ما أدى إلى انهيار بعض المباني. جاء الزلزال الجديد بعد زلزال بقوة 6.9 يوم الأحد، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 131 شخصا. وقال شاهد من رويترز إن الزلزال دفع الناس للخروج إلى الشوارع وأدى إلى انهيار بعض المباني. ختام الموجز، عودة إلى الحدث وكاترين. شكرا كلارا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وأرحب بضيفنا في هذه الحلقة طارق ترشيشي مدير التحرير المسؤول في صحيفة الجمهورية. صباح الخير أستاذ طارق، أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة. وسأبدأ من أزمة تأليف الحكومة، يعني مثل ما على طول عم نسأل، من هو المعرقل الحقيقي لعملية تأليف الحكومة؟ أين يعني الأمور، أين هي عالقة عند من بالتحديد؟ صباح الخير لكل المشاهدين. يعني بالحقيقة يمكن رح يستغرب البعض إذا قلت أنه لا، التعقيدات الداخلية في تأليف الحكومة تطغى على التعقيدات الخارجية، خلافا لكل ما يقال حتى لما يقول الرئيس نفسه لأنه الجمهورية. إذا رجعتي المواقف الإقليمية تحديدا مواقف المملكة العربية السعودية اللي البعض عم يتهمها بأنه هي يعني لا تريد تأليف حكومة وكذا، لا، يعني ببين المواقف اللي عم تطلع سعودية أو غير سعودية أنه يستعجلون تأليف الحكومة. هذه مواقف علنية استاذ طارق، هل يمكن أن يكون إليها؟ هذا أنا عم بحكي بالمضمون. طيب ايه موضوع التقاسم الحصص والمواقع الوزارية كمان يعني مشكلة لا يستهان فيها، وبعتقد انه في التجارب السابقة والحالية وفي كل المراحل دائما وقت اللي بيتوافر عامل التوافق الداخلي بيغلب العامل التوافق الخارجي بأي ساحة. يعني مثلا حتى بانتخابات رئاسة الجمهورية إذا في توافق داخلي على مرشح والإيرادات الخارجية فارضة مرشح تنتصر الإيرادات الداخلية. اسمح لي، متداخلين، يعني التوافق الداخلي على الحصص مرتبط حكما أيضا بربما مطالب خارجية إنه لها علاقة بالتوازنات داخل هذه الحكومة وبثلث المعطل وغيره. لكن أنا برأيي الموضوع الداخلي أساسي، داخلي أساسي، لأنه خلف كل ما يحصل
من نزاع على الحقائب وعلى الأحجام وعلى كذا، في قوى أساسية عم تخوض معركة انتخابات رئاسة جمهورية من هلأ خلف هذا الموضوع. كل واحد عم بيحاول يعزز حضوره، أنه معتبر أنه أنا هيدي الحكومة باقي 4 سنين إلى أن تنتهي ولاية الرئيس ميشيل عون، مش رح تتغير، فأنا شو فيني حصل هلأ مواقع وتحصين موقع وتحصين وتحقيق مكتسبات سياسية وكذا استعدادا للإسحاق الرئاسي، فأنا بكون ربحان. هذا خطأ كبير أنا مين برأيي. مين تقصد يعني الوزير جبران باسيل تحديدا؟ الوزير جبران باسيل والآخرين. من يقود معركة رئاسة الجمهورية من اليوم؟ يعني في كلهم، في ناس مباشرة عم بيخوضوها وفي ناس بغير مباشرة. مين؟ يعني في عندك القوات اللبنانية، عندك التيار المردة، عندك التيار الوطني، تحديدا تحديدا هذه القوى الثلاثة هي التي تستعد لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية. حدود ثلاثة. بعد في 4 سنين. يعني بعد لم يمر انه يستعجلون شيء عامان حتى يعني من عهد رئيس الجمهوريه ميشيل عون. صحيح انا وياكي والناس بنحكي هذا الحكي، بس هن عندهم لا مش هيك، هن عايشين القصه وكانه الانتخابات الرئاسيه بكره، وهذا خطا كبير انه عايشونا مثل ما بيقولوا لهذاك ذلك الوقت، واتركوا البلد خليه يعيش، اتركوا البلد خليه. هلا قال وزير الداخليه من كم يوم، من اسبوع او يمكن كان من اول مين صرح علنا انه المشكله يعني ما يعيق عمليه التاليف هي انه فتح معركه الرئاسه الجمهوريه باكرا. المح لها الرئيس عون ردا على سؤال من حوالي اسبوع انه يمكن لانه وزير باسيل براس السبق لرئاسه الجمهوريه، ولكن بالامس كان لافت انه في كلام يعني مفصل منقول عن زوار بعبدة انه لا ربط بين الحكومه والرئاسه، وكلام كثير يعني ينفي كليا انه يكون في ربط بين هالموضوعين. هذا يعبر عن اراده رئيس الجمهوريه، هذا انه ما في هذا الربط وموقف رئيس الجمهوريه هيك، فهذا لا يعني انه الاخرين مش عم يربطوا. يعني رئيس الجمهوريه اذا مش عم يربط الاخرين عم يربطوا. يعني مثلا وزير جبران باسيل ما بيخفي، ما انه خافي طموحاته الرئاسيه، ويتصرف على اساس اظهار نفسه انه هو الاكثريه المسيحيه، وان هذه الاكثريه المسيحيه تخول ان يكون في راس السباق كما قال الرئيس على الى رئاسه الجمهوريه. كمان الدكتور سمير جعجع عنده نفس الطموح، كمان رئيس تيار مردة الوزير سليمان فرنجي كمان عنده نفس الطموح، ويمكن في اخرين بعد. يعني بس إن استعجال هذا الموضوع أنا في رأيي هو عم يهتك البلد، هذا الموضوع هذا اللي عم بيعطل البلد، وهذا عم بيعطل تأليف الحكومة. ولكن ما يحكم انتخابات رئاسة الجمهورية تبين يعني بالتجربة أنه لا بتحسمها مسألة حصص بالحكومة ولا شيء. يعني اليوم إذا أخذوا حصة أكبر بالحكومة هذا يعني يسهل الطريق أمام رئاسة يعني الجمهورية، تبين أنه القصة معقدة أكثر من هيك بكثير. يعني البعض بيعتقد هيك، البعض بيعتقد هيك، والبعض بلش عم يعمل زيارات خارجية وكذا وعم بيفرش. هلا زيارات خارجية ممكن تفيد، بس حصة بالحكومة يا إيب أنه هيدا حضوره بالواقع يكون مؤثر في الواقع الداخلي. لا بيعتقدوا هيك إني أنا وياك ما بنفكر هيك، بس إني لا هذا السبب الرئيسي برأيك هذا سبب التأخير. هذا سبب. السبب الثاني إنه طيب يا أخي هذه الحكومة اللي عم تختلفوا على، طيب وقت ما كنت تختلفوا على حصص، طيب المواطن ما بديش يسأل شيء ليش عم تختلفوا، ليش أنت بدك هالوزارة وفلان بده، يعني شو هالتمسك بهذه الوزارة أو معناتها في شيء مش طبيعي، في تقاسم. هذا التقاسم ما بعتقد انه في مصلحه المواطنين تتقدم عليه، تتقدم عليه مصالح هاي القوى السياسيه اللي بدها تشارك بالحكومه. ثلاثه موضوع القرار بمجلس الوزراء ومين بيتحكم بمصير الحكومه، يعني مين بيتحكم المعطل. يعني في مثلا في البعض بده ثلث المعطل من لونه هو صافي، مش انه والله مع حلفائه، في بعض بده هو ياخذ يعني مين يعني رئيس الجمهوريه الى جانب تكتل لبنان. اول تكتل لبنان اولا يقال انه هو عم يطرح هذا الموضوع انه انا بدي يكون 11 وزير حصتي الى جانب حصه رئيس الجمهوريه، مع انه هون انا موضوع حصه رئيس الجمهوريه انا بعتقد هذا موضوع يخالف الدستور والطائف، لانه صرت محسوم من بعد عن هذا موضوع. هذا موضوع يعني بعتقد انه هذا تمادي في خرق الطائف، التمادي في خرق الطائف احد الخروقات المستمره للطائف هي اعطاء رئيس جمهوريه حصه بعدما كان يعني جعلوا الطائف حكم، صار عنده حصه وزاريه، يعني صار طرف لم يعد حكما، وهذا
احد الاشياء اللي لازم تتصلح بتنفيذ الطائف هذه. اما وانه هلا الامور بس تحكي بتقول يا خيي قبل الرئيس اللي قبل كان له حصه واللي قبل له يعني صار عرف وسابقه مش عم يطلعوا منها. ايه فنرجع لموضوع الوقت بتعطي لفريق سياسي من لون واحد تلت معطل بالحكومه يعني جعلتيه يتحكم بمصير الحكومه. اذا في تلت معطل مقابل تلت معطل بتعملي توازن يعني بصير في ما في مصلحه لحدا يطير الحكومه لانه اذا انت بدك تطير انا بطير بتطير الحكومه. بس اذا في مصلحه في توازن يعني تيار المستقبل وحلفاء ويكون معهم التلت تيار الوطني الحر وحزب الله وكذا يعني نعم. الفريق الثاني. طيب هذه التوازنات أليس من تدخلات خارجية بشأنها سواء من هلا يقال من انه في شيء العربية السعودية او من الناحية الاخرى بلش ينحكى عن شروط سورية ودور سوري اليوم أنا ويد أنا سورية ايضا دخلت على خط تأليف الحكومة. انا بديك رأيي في خطأ كبير اذا كان عم بيكون في هذا التناغم بين الداخل والخارج في موضوع الحكومة والتحكم بمصير الحكومة ويعني بعتقد قال كلمة مهمة رئيس نبيه بري باللقاء الأربعاء أنه الداخل عم يستجلب التدخل الخارجي. أنا بقول في 100% هذا الكلام صحيح. ليش بدنا نستجلب الخارج على تأليف حكومة اللي هي يفترض أنه هي تكون طاولة حوار فيك تعتبريها طاولة بتعالج مشاكل البلد طاولة بتحكم البلد. طيب هالكلام بنسمعه يعني من سنوات أنا معك ولا طالما يعني ولا حكومة تشكلت إلا لكن أنا برأيي في مبالغات الإيرادات الخارجية برجع بقول مهما كانت بتأثر تأثيرها يصبح قليل وفي أدنى مستوياته إذا كان في توافق داخلي. يعني إذا السعودي بده يتدخل بيقول لك أنا عندي مصالح بلبنان، السوري بده يتدخل أنا اللي عندي مصالح بلبنان، الجهة أي جهة بده يقول لك عندي مصالح. يعني نحن ليش بدنا نرجع نستجلب الخارج المختلف مع بعضه على الداخل نرجع نحن نختلف؟ هذا السؤال. أنتم بدكم حكومة وفاء وطني ولا بدكم حكومة تقعدوا تتقاتلوا فيها على الطاولة؟ لحديت هلا الأداء أنه انا شو باخذ انا اكثر لواجه الثاني اكثر لا اقدر واجه الاخر. يعني برايك ليس هناك من ضغوط سعوديه على الرئيس المكلف سعد الحريري؟ انا برايي ما في ما في ضغوط وحتى لو في ضغوط ما إلها تاثير كيف ما إلها تاثير؟ اذا كان إذا فعلا إذا ضغوط سعوديه هل يستطيع الرئيس الحريري يعني عدم اخذها بالاعتبار من نوع انه توازنات الرئيس الحريري بمحل معين عدم ترجمه نتائج الانتخابات كما هي وهي باكثريتها لصالح حزب الله وحلفائه بالحكومه الحاليه يعني في كثير اليوم اول شيء اعتبارات من هذا النوع. اول شيء الرئيس سعد الحريري هل من مصلحته انه يبقى قاعد وما يشكل حكومه؟ طيب كل باجماع 111 114 ما بعرف قديش يعني رقم اخذوا يمكن مرحوم بيو اخذ بفتره من فترات بس هو رقم يعني ملحوظ رقم يعني كبير كثير يعني اكثر من اللي يعني اكثريه ساحه فيك تقول. طيب هل مصلحته انه يبقى قاعد وما يشكل حكومه؟ طيب عمل له هذا عطاء رصيد لحظه بالمقابل هل هو قادر ان يشكل اي حكومه دون الاخذ بالاعتبار يعني اعتبار شو انا برايي مطالب او ما نسميهم دائما من المملكه العربيه السعوديه دائما كل حكومه الى توازناتها ودائما ما فيها حكومه فيها غلبه للاخر راجع اذا كل من كل الطائف من بعض الطائف لليوم يمكن في بعض الحكومات ايام الحقبه السوريه بسمى الحقبه السوريه كان في وضع معين كانت سوريا تتدخل تشيل هذا تحط هذا يعني تدعى لعبه التوازن. الانتخابات اليوم غيرت الاكثريه وجعلتها في مكان اخر. وعم بيتم المطالبه بترجمه نتائج الانتخابات في هذه الحكومه. اللي عم بصير انه واحد بده يترجم نتائج الانتخابات او كله بده يترجم في بعض منه بده يترجمها على ذوقه. يعني مثلا احد المآخذ على الرئيس سعد الحريري انه خيي انت يا دوله الرئيس بتمثل 66 حسب نتيجتك بالانتخابات تمثل 66% من الطائفه السنيه
التمثيل اللي في 10 نواب اخرين بيمثلوا 44%. طيب انت عم تقول انا التمثيل السني الي انا ولا وحدي والاخرين ما لهم حق يتمثلوا، واذا بدي اتنازل بتنازل عن مقعد وزاري وباخذ مقابله ومقعد مقعد مسيح. طيب هون في غلط، يا بده يكون في معايير موحده بتاليف الحكومه، يا انه لا كل واحد يعني روح اعمل حكومه، ما بتركب حكومه اصلا بدون معايير موحده. الثنائي الشيعي ما يسمى الثنائي الشيعي ما عنده مشكله واضحه، تقاسموا شو اسمه ثلاثه بثلاثه، ثلاث وزراء لحزب الله، ثلاث وزراء لحركه الامل. عند المسيحيين كمان مشكله كبيره، الأكثرية بده ياخذها التيار الوطني الحر أو التيار القوي لبنان القوي، والقوات بيقول لك خي أنا حجمي أنا بدي 5 وزراء، شو أنت بدك تاخذ 11 وزير؟ وليش بدك تاخذ 11 وزير؟ من هون ما حدا عم بيطبق يعني عم يسقط نتائج الانتخابات اللي أقيمت على أساس النظام النسبي على تشكيل الحكومة. واحد بده هذا الشيء واحد ما بده. يعني هل تحمل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير بالنهاية؟ أنا برأيي الرئيس المكلف هو لازم يحمل مصدرة إنه بينعمل التمثيل حسب نتائج الانتخابات. كل واحد قديش صار حجمه بالانتخابات النيابية بياخذ وزارات. إذا عملتوا معيار، هلا ما حكيوش معيار إنه كل 4 نواب وزير أو كل 5 نواب وزير، انحكى فيها هيك بالاعلام، هذا هو هذا المعيار سيعتمد. هو لا بعده عم ينحكى فيه. طيب اذا هيك، اذا عملت 5 وزراء او يا 5 وزراء او 4 وزراء، المهم بيطلع الحكومه يا 30 وزير يا 32 وزير يا خي 30. طيب ليه ما عم بيعمل هيك الرئيس الحريري برايك؟ طالما الامور بهالبساطه يعني بنعتمد معياره وبنطبقه. لانه يعني يبدو انه بيعتبر انه هو انا بس انا بمثل انا الاكثريه السنيه، انا بمثل مثل ما هلا استاذ ولي جمله، استاذ ولي جمله شو عم بيقول؟ السنيه يعني استاذ ولي جمله شو عم بيقول؟ ما هو ما هيدي ما عم اقول لك، ما فيش انه انا خي 95% من الدروز انتخبوا نواب، فانا بمثل طلع الاسلام ما بيطلع له وزير، انه كيف بدنا نعطيه شخص واحد بيعطيه وزير ونحن كتله طويله عريضه بيطلع لنا وزيرين؟ بده ينعمل معيار. هلا هذا المعيار هل بيتفق عليه رئيس الجمهوريه؟ يعني اذا عمل معيار وذهب بالصيغه لرئيس الجمهوريه، ايه؟ من يضمن ان يوقع رئيس الجمهوريه على هذه التشكيله؟ طيب ايضا هن التيار الوطني الحر، ما التيار الوطني الحر عم بيقول يا اخي تعوا نفذوا، ما عم يحكي جبران، بيقول تعوا لننفذ، بس بحساباته جبران بيطلع انه في عنده ما كل واحد حساباته يعني مختلفه عن الاخر. لذلك في مشكله انا برايي، احد مشكلات الطائف او احد الثغرات بالطائف انه كان لازم بكل موضوع استحقاق لازم يكون في له مهل زمنيه، يعني كلفت رئيس الحكومه لازم رئيس الحكومه في خلال مهله محدده يالف حكومه، اذا ما الف بيعتذر او اذا يعني بيقدم اكثر من صيغه ليصير في توافق عليها. هلا يمكن اخرين يمكن بعض ما بيقول لك هذا ما بس الواقع الحال هلا يعني في رئيس الحكومه يقعد 4 سنين 5 سنين رئيس حكومه تصريف اعمال. بس سمعنا كلاما مقابلا انه لو كان هناك مهله للرئيس المكلف كمان كان ممكن ضمن هذه المهله ان يقدم تشكيلات حكومية لرئيس الجمهورية، بما أنه الأمر أيضا منوط بتوقيع الرئيس بإمكان الرئيس أن يرفض كل هذه التشكيلات وبالتالي تنقضي المهلة و يعني يسحب التكليف من يعني بعض اعتبرها نوع من أنه لو كانت موجودة كانت تشكل نوع من ابتزاز لرئيس الحكومة المكلف، وقيل أنه من طائف انطرح الموضوع ورفض تحت عنوان منع ابتزاز الموقع السني. تعرفي كمان شو ثغرات الطائف؟ أنه كمان رئيس الجمهورية ما لازم يعطي الدستور طائف يعني حرية مطلقة كمان انه انا بتصرف مثل ما بدي، لازم تنعمل ضوابط لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة مثل ما معمول ضوابط لرئيس مجلس النواب. بعد رئيس الجمهورية ما عملوا له ضوابط كثيرة بعد بهالصلاحية يعني لها علاقة بالتوقيع على هلا اذا الرئيس بده يرفض مرسوم تشكيل الحكومة كمان انا معك بس اذا رئيس اذا عم انت عم تقولي بتحكي بطريقة انه رئيس الجمهورية حر وكذا بس لا، اذا رئيس حكم
لا بيرفض، اذا رفض بده يقدم تعليل للرفض انه ليش انا رفضت هالتشكيله. يمكن ما في وزراء بيقول يا اخي في هودي وزراء يمكن صيته ما منيح، انا ما بقبل بهذا. بده يقدم تبريرات مقنعه للراي العام ليش رفض هالتشكيله. بس اذا والله انا لانه مش عاجبني رئيس المكلف بقعد بشتغل فيه، لا هذا مش بس بالمبدا. بالمبدا انا برايي ما في سلطات مطلقه لازم تكون لاي رئيس. يعني رئيس مجلس النواب حط له بالدستور انه بعد مرور سنتين، ما حدا عم يطرح هالموضوع او بفوت فيه، بس انه في موجود ضوابط لرئيس المجلس بالدستور بيقول انه بعد مرور سنتين على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه يمكن طرح الثقه فيهم بعريضه نيابيه يوقع 10 نواب وبتبدا تاخذ اكثريتين، موافق يعني اكثريه ثلثين. لا انه في بس انه في محطوط رئيس الحكومه في ضابط، في احد الضوابط انه خي بيجتمع رئيس المجلس وبيسحب الثقه من الحكومه. بس ولا مره صارت، نادرا ما صارت هالقصه. رئيس الجمهوريه، طيب رئيس الجمهوريه لازم يكون في محل معين انه والله بيجتمع مجلس النواب بيقول يا اخي سحبنا ثقه من رئيس الجمهوريه. طب طالما ما في شيء من هالنوع بالدستور، كيف السبيل للخروج من السبيل؟ السبيل اليوم؟ انا برايي يعني بلشنا نسمع ببعض الصحف كلام انه فتره السماح للحريري تكاد تنفذ اليوم، يعني هي الصيفي بالاخبار وغي قبله وقبله وقبله كلام من هالنوع. بس شو قدر يعمل الرئيس عمليا برايك للخروج من هذا المازق؟ هذا الكلام بالسياسي، هذا شو للضغط يعني على الرئيس؟ ضغط سياسي شو سمعت انه ماشي ما شكل، شو مين بيقول له فل بيقدر يبقى اربع سنين ما يشكل ولا يعتذر؟ مين بيقول له فل على البيت؟ هذا كلام سياسي، يعني في قوى سياسيه عم تدفع الحريري باتجاه انه خي اذا ما بدك تشكل فل. بس هذا حكي، مش ما في نص بيقول انه والله اذا ما بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثه ما شكل حكومه رئيس المكلف لازم يعتذر وينتخب غيره. ينتخب تكليف غيره. طيب استاذ طارق، يعني الازمه مفتوحه، الى متى برايك يمكن انا برايي انا برايي ندور في هذه الحلقه المفرغه؟ نحن مع التصعيد العقوبات الامريكيه او تجديد العقوبات الامريكيه على ايران دخلت المنطقه في نفق طويل، وانا ما شايف حكومه الا اذا يعني ان شاء الله الشباب يعني ياخذوا عين الاعتبار. عم ترجع تربطها بالخارج، عم بربطها بالخارج لانه اللي عم ينعمل خارجيا عم بياثر على الداخل وعم بيخلي الايرادات، حتى الايرادات الخارجيه اللي ممكن انه تساعد باتجاه تاليف الحكومه تروح باهتماماتها اماكن اخرى. لانه للاسف برجع بقول لك انه عم يستجلب التدخل الخارجي على لبنان. يعني ليش عم مثلا انا بقول لك السعوديه مثلا بدها تاليف حكومه، وانا سمعت كلام من بعض نحن عملنا محضرين الاحياء هذه اللجنه العليا اللبنانيه السعوديه ومجهزين، وفي عشرات الاتفاقات الثنائيه بدنا نعملها. بس يا اخي ناطرين تتنفذ لحظه. ولكن هل تريد اي حكومه يعني كمان في ضوابط معينه؟ صحيح انه في لها تتعلق بمدى مشاركه حزب الله وحلفائه مثل ما قلنا بالتوازنات. ايه بس بالاخر بمحل معين، بالاخر السعودي يعني بيدرك انه يا اخي انا كمان ما في يكون عامل معطل بلبنان. يعني طيب اذا عطلت السعوديه تاليف الحكومه شو رح تستفيد؟ رح تبين انه لا انه نحن عم نشتغل تخريب بلبنان. هل ما هو اصلا ما الاراده الخارجيه ما هو الشغله المهمه والهيدي المنيحه اللي بعدنا يعني هيك، انه الاراده الخارجيه بدها استقرار لبنان وبعدها عم تشدع استقرار لبنان. هلا المشكله هذه الاراده مش عم تتلاقى بانه نعمل حكومه يا خي اختلفوا بالسياسه قد ما بدكم وخلي البلد يمشي. هون مشكله. في مشكله حتى بالقوى السياسيه، لانه للاسف القوى السياسيه عم تستغل مصالح الناس وعيش الناس من اجل تحقيق مكاسب سياسيه. نعم، بدنا نحكي اكثر عن هذا الدور الخارجي، بدنا نحكي اكثر عن العقوبات الامريكيه على ايران، ويلي يعني في كمان عقوبات اخرى عم بيحكي عنها الرئيس ترامب قد تكون اكثر تشددا بالخريف المقبل ايضا ضد ايران. مقالتك اليوم بالجمهوريه ايضا عن هذا الموضوع، رح نحكي هون يعني هل فعلا في ايضا دور سوري
تحديدا يعني عاده ليبرز بعمليه تأليف الحكومه؟ هل صحيح انه البعض مستعجل لتقريش انتصارات في سوريا تحديدا بهذه الحكومه؟ وهل صحيح انه الفريق الاخر ينتظر تطورات يراهن عليها من اجل يعني عدم الاخلال بالتوازنات الداخليه؟ وانما صار وقت ننتقل للصحف مع كلارا، من بعد الصحف نبحث في كل هذه النقاط. شكرا لك كاترين. نبدأ الصحف اليوم من المستقبل، حيث كشفت مصادر متابعة للمشاورات الحكومية للمستقبل أن الساعات المقبلة ستشهد حركة اتصالات هادفة إلى إيجاد المخارج اللازمة للموضوع الحكومي، نافية أن تكون خطوط الاتصال بين بعبدة وبيت الوسط مقطوعة. وأكدت هذه المصادر أن التسوية مستمرة، وما تردد عن أن شهر العسل بين الرئاستين الأولى والثالثة قد انتهى هو كلام غير صحيح. ننتقل إلى صحيفة الجمهورية، وكتب أسعد بشارة التيار كما في 24 كذلك اليوم: على المسار السني تقول المصادر أن الرئيس عون يريد أن يأتي بالرئيس الحريري بحصة ضعيفة بحيث تخترق حصته السنية، وتكشف أن عون يستند في ذلك إلى مطلب سوري بأن يتم توزير السنة الحلفاء من خارج إذن حصة رئيس الجمهورية. ونقلت عن الرئيس الحريري قوله في مجلس خاص أن النظام السوري يريد توزير النائب فيصل كرامي والأمير طلال إرسلان، ويعتبر توزيرهما خطا أحمر وإلا لن تتشكل الحكومة. ويرفض الحريري تبعا للمصادر الانصياع لهذه المطالب، ويردد جملته الشهيرة منذ بداية الأزمة: المشكلة ليست عندي بل عند من يفتعل العقد، وبالتالي مستمر على موقفي ولن أتراجع. أما على مسار العقدة القواتية فتشير المصادر إلى أن المبادرة القواتية تجاه الرئيس عون لم تكن أكثر من موقف إعلامي، فعون بإحالته عرض القوات بالقبول بأربعة وزراء مع وزارة سيادية على الرئيس الحريري إنما رفض هذا العرض. أما في الموضوع الدرزي فتلاحظ المصادر أن خروج الرئيس عون من التحفظ إلى خوض مواجهة مباشرة مع النائب وليد جنبلاط مرتبط بعاملين: الأول يرتبط بوجود طلب سوري ملح بتوزير النائب إرسلان، والثاني يتعلق بكون إرسلان الشخصية الدرزية القادرة على تأمين حليف درزي لرئاسة باسيل، ومن هنا يمكن تفسير تمسك عون بتوزيره. ويقول بشارة: تبدو الصورة حسب المصادر أقرب إلى الإقفال الكامل. تفاصيل أكثر في الجمهورية. ننتقل إلى هيام القصيفي والأخبار وما كتبته تحت عنوان فترة السماح للحريري تكاد تنفذ. تقول هيام القصيفي: تكاد فترة السماح للحريري تنتهي، هكذا تبدو الصورة عند العهد والتيار اللذين كانا حتى الآن حريصين على عدم خلق أجواء توتر مع الحريري أو الاصطدام به. لكن رئيس الجمهورية لم يعد يخفي امتعاضه من الأسلوب الذي يعتمده الحريري في إضاعة الوقت. امتعاض عون والتيار مرده إلى أن الرئيس المكلف لم يقم بأي خطوة عملية في اتجاه التشكيل الفعلي، حتى أن هناك من يحسب له عدد الاجتماعات التي عقدها لتشكيل الحكومة فلا تتجاوز عدد الأصابع العشرة، وهذا لا يمكن أن يسجل في خانة رئيس مكلف يريد أن يشكل حكومة بأي ثمن إلا إذا كان مرتاحا لوضعه رئيسا مكلفا ورئيس حكومة تصريف أعمال ويستمع إلى نصيحة خارجية بضرورة التريث في التأليف. ولعل النقطة الأخيرة هي الأكثر تداولا في معظم المجالس السياسية. يكبر الامتعاض بحسب المعلومات لأن الحريري يتلطى خلف موقفي القوات وجملات، فيبدو في الظاهر أنه يريد تلبية مطالبهما، لكنه في الحقيقة لا يتحرك من أجل تذليل العقد ويتركها عالقة ويرميها في ملعب رئيس الجمهورية، حتى أنه لم يضع تشكيلة صورية ويقدمها للعهد ولو على سبيل فرض أمر واقع، أو حتى ولو أن عون لا يمكن أن يقبل بها. هذا المسار لم يعد بالنسبة إلى التيار والعهد مجرد مناورة حكومية لتحصيل مطالب وتلبية شروط الأطراف السياسيين، بل محاولة جدية لعرقلة عمل العهد، والأخير لم يعد في إمكانه السكوت عنه. لذلك كثر تركيز رئيس الجمهورية على مقاربة عقد التأليف، وستتصاعد تدريجا لهجة التيار ضد الحريري على رغم كل المحاولات التي جرت حتى الآن لمنع الاصطدام به وإحداث مشكلة حقيقية ومباشرة معه. إلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث كشفت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لصحيفة الشرق الأوسط أن الساعات 48 ساعة
أو الساعات المقبلة 48 قد تشهد تحريكا للمشاورات بعد جمود الأسبوعين الأخيرين، وكررت اعتبار أن العقدة المسيحية باتت قريبة من الحل عبر منح حزب القوات اللبنانية 4 وزراء لا تتضمن نائب رئيس الحكومة، على أن يبقى مطلب حصول القوات على وزارة سيادية بيد الحريري الذي سبق أن تعهد بدوره أن يحل العقدة الدرزية. نختم مع الأنباء الكويتية. تقول الأنباء الكويتية أنها علمت أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يفكر بالاحتفاظ بحقيبة وزارة الداخلية لنفسه هذه المرة أسوة برؤساء حكومة سابقين، بعدما باتت واضحة صعوبة عودة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق إلى هذا الموقع، في حين لا يبدو رئيس الجمهورية عون متحمسا لإعطاء القوات وزارة سيادية، لذلك يترك التفاصيل على عهدة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. عن العقدة الدرزية أشارت الأنباء الكويتية إلى مساع من جانب حزب الله لإعادة المياه إلى مجاريها بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جملاط والنائب طلال إرسلان بطلب من الأخير، بعدما أخفقت الضغوط الرسمية على جملاط في إقناعه بتوزير إرسلان. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف لهذا اليوم. فاصل إعلاني نتابع بعده الحدث مع كاترين حنا. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع مدير التحرير المسؤول في صحيفة الجمهورية طارق ترشيشي. أستاذ طارق، بدنا نحكي أكثر بالتفصيل بالبعد الخارجي، وخصوصا بدي بلش بالموقف السوري، لأن بدأنا نسمع أن سوريا عادت إلى لبنان من بوابات مختلفة وربما من البوابات الخلفية وعبر حلفائها من بعد الانتخابات الأخيرة، من بعد التطورات أيضا الميدانية والسياسية على الأرض في سوريا، من بعد قمة هلسنكي الروسية الأمريكية، هي ستعود، وأنه اليوم العلاقات مع سوريا والتنسيق المباشر من الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية هو شرط لعملية تسهيل الحكومة. أنا برأيي، هل من دور سوري فعلي برأيك على هذا الخط؟ أنا برأيي إذا سوريا بدأت ترجع إلى ما كانت عليه من دور في السابق، فأنا بستبعد هذا الأمر. أنا بشوف في دور سوري جديد في لبنان مختلف تماما عن الدور السابق. ما طبيعة الدور السابق؟ يعني علاقة الدولة إلى دولة متوازنة، علاقة يعني فيها احترام متبادل، لأنه يستحيل أن تتكرر تجربة العلاقة السابقة بكل ما يعني كان فيها من نجاحات وأخفاقات وكذا. نعم. يعني الواقع الإقليمي والدولي تغير، والواقع اللبناني تغير، والواقع السوري تغير أيضا. ف ماني شايف انه والله في عوده تدخل سوري كما كان في السابق، من جيب رئيس حكومه من جيب رئيس جمهوريه، ما انا ما شايف هذا الموضوع. انا شايف بالعكس بكون في علاقات طبيعيه، يعني نوع من فرض على الرئيس الحريري بان ينفتح على سوريا وعلى النظام في سوريا. لا ما بعتقد، انا ما بعتقد، انا بعتقد يمكن هلا 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 يمكن بعد الصوره السياسيه، صوره الوضع يعني ما اكتملت، عاملين قال هذا الحكي، لكن انا برايي لا، سوريا ما فيها بقى تفرض على رئيس حكومي او تفرض على رئيس جمهوريه او تفرض على رئيس مجلس، ما فيها، ما فيها بقى تتعاطى مع لبنان بهذه الطريقه. بعدين خصوصا صار فيها العلاقه الدبلوماسيه بين البلدين، ما كانش فيه بالاول، هذه بدات تتفعل بالطريقه اللي بتفيد البلدين. ف نعم، ايه بده يصير بمرحله ما بده يصير في تطبيع للعلاقات بين الحكومتين اللبنانية والسورية في مرحلة ما، يعني متى؟ يعني أنا برأيي ما شايفها بعيدة، ما شايف، لأنه هلأ يعني تطور الوضع بسوريا باتجاه الحلول للأزمة، كل ما تقدمت الحل بسوريا كل ما يعني بلشنا نقترب من هذا التطبيع، لأنه بالآخر في محل معين لبنان محكوم بمصالح، ومصالحه مش بس مع سوريا، مصالحه سوريا هي مدخل مصالحه، مدخل مصالحه الى دول الخليج ف انه ايه بدنا، ما بقى بده يكابر بعد، بده ما حدا بقى بس هناك مش... من يرفض يعني إيه، وعلى راس هؤلاء الرئيس الحريري. إيه بعد شوي، هلا يمكن الرئيس الحريري عنده ظروف معينه بتفرض عليه يتخذ هذا المحل، بس في محل معين بده يصير فيه
علاقات، عودة علاقات طبيعية بين البلدين. تقصد سيضطر يعني الرئيس الحريري للتنسيق للتنسيق مع سوء سيضطر؟ ما بعرف، ما بعرف، بس انه انا بعرف انه بمرحلة معينة بدها ترجع العلاقات بين البلدين طبيعية، مختلفة عن السابق، بس فيها يعني ما يخدم مصلحة البلدين. لأنه هلأ مثلا إذا لبنان بكرة رح يفتحوا معبر نصيب، طيب ما في القطاع الزراعي بلبنان، هذا الخط شريان حيوي لتصدير الصادرات الزراعية بلبنان، غير الزراعية في الصناعية وفي مليون قصة. طيب أنه لأنه مختلفين مع النظام بنوقف كل مصالحنا. طيب بس ما الرئيس الحريري يعني من كم يوم كهالامور كلها موجوده، هل انا برايي بدك رايي، بدك رايي شخصي رغم ذلك قال انه مستحيل يروح على سوريا ولا راح ينسق مع سوريا وعم يرفض هذا الامر بشكل قاطع. انا بدك رايي شخصي، يعني يمكن الرئيس الحريري ذهب بعيدا بهذا الموقف. هو بيعرف انه ما في روح فيه كده بالاخر اذا صار في توافق عربي، توافق يعني حتى ما كان فترات في حكي انه في مفاوضات سعوديه سوريه، في ما بعرف قديش صحتها، عم طلع حكي من فتره، بس انه بالاخر ما في عداوات، ما في عداوات بالدوم بالسياسه، خصوصا بالسياسه. يمكن راح بعيد، بس انا برايي لا، ما كان لازم يعني يكون واحد رايق شوي. هل هذا عامل سلبي بعمليه تاليف الحكومه؟ بمعنى انه هل هذا شرط لحلفاء سوريا في لبنان اليوم من اجل ايضا؟ لا، انا شايف حلفاء سوريا متحمسين لبقاء الرئيس سعد الحريري ويؤلف الحكومه اكثر من الاخرين. يعني لا بالعكس، يعني الكل مقر والكل معترف انه هذه الحكومه لازم تكون حكومه وفاء وطني. يعني لا بديل بالنسبه لهؤلاء عن الرئيس الحريري؟ ما في بديل. حتى الان ما في بديل الا يعني اذا وصلنا بمحل يعني بتاليف الحكومه الى ازمه سياسيه بتستدعي انه نرجع نفتح الملف على جديد. بس حتى الان يعني بعده عم ينقال له بعدنا بالوضع الطبيعي. هذه حكومة الرئيس تمام سلام ظلت 11 شهر لتألفت، وقبلها لحكومة إحدى حكومات الرئيس مئات ظلت بضعة أشهر. أنه يعني أنه بعده الحكي أنه أوكي ماشي الحال، صار شهرين ونص على التكليف، طولوا بالكم مش مشكلة، غيره قاعد 11 شهر. وأنا برأيي هذا الكلام يعني في شيء من الواقعية. أنه بس اليوم الوضع مختلف، يعني أنه البلد ما بقى بيتحمل مزيد من التأخير، وشفنا انه قد ايه سرعوا بالتكليف، ويعني بشكل من بعد الانتخابات شفنا انه في استعجال وانه في ساد وفي الوضع المالي خطير، الوضع الاقتصادي خطير. كانوا عم بيبالغوا بالتفاؤل، وهن بيعرفوا انه في محل معين بدها تدقر الاشياء بالمفاوضات بالحصص الوزاريه وهكذا، استجلب الموضوع المالي للضغط على بعض الافرقاء، لانه خينوا راح تاخذونا البلد. هو فعلا في ازمه ماليه بالبلد، وفي والمعالجات اللي صارت هي معالجات مؤقته، بس في مبالغه شوي اكثر بانه المشكله الماليه كبيره وكذا، لحتى ضغطا على الافرقاء لحتى يتفقوا على حكومه. نعم. طيب استاذ طارق، اليوم اسعد بشاره بالجمهوريه بيقول انه نقلا عن مصادر تكشف ان عون يستند الى مطلب سوري بان يتم توزير السنه الحلفاء من خارج حصه رئيس الجمهوريه، ونقلت عن الرئيس الحريري قوله في مجلس خاص ان النظام السوري يريد توزير النائب فيصل كرامي والامير طلال ارسلان، ويعتبر توزيرهما خطا احمر والا لن تتشكل الحكومه. أنا الحريري يرفض الانصياع لهذا المطلب السوري. هون تعليقا يعني على هذه المعلومات، انا برايي هذا الكلام مش دقيق بهذا، يعني السوري ما بعتقد انه السوري فايد بالموضوع بهذه الطريقه اصلا. يعني اولا وقت الرئيس سعد الحريري بيقول انا مستعد اتخلى عن مقعد سني يسميه رئيس الجمهوريه مقابل اني اخذ مقعد مسيحي، بهي الحاله رئيس الجمهوريه طبيعي بده ياخذ فيصل كرامي، يعني فيصل كرامي توزيره محسوم، ما ايش عم يعمل مشكله بهذا، مش ما في مشكله بهذا الموضوع. توزير طلال ارسلان محكوم بتوافق مع ولي جمرات، يعني انه يقعد. هل بحق لطلال ارسلان؟ هلا الجمرات عم ياخذها على العدد هاي المره، مش عم ياخذها على السياسه. دائما انا برايي التمثيل الدرزي في الحكومه هو تمثيل حسب الوزن السياسي مش حسب العدد. لو حسب العدد ما بيطلع مثلا للدروز انه يكونوا قد نص الشيعه او قد نص السنه،
بحكومة الثلاثين. انه طيب ليش هالمرة عم يخدع على العدد برأيك؟ عم يخدع على العدد لأنه عم يحسبها لأنه فتنا بالنظام النسبي، صار اللي بيقدر يكسب أكثر بيضمن للمستقبل. وهذا غلط أنا برأيي. إذا كنا فعلا بدنا وفاق وطني لازم نعترف كل واحد يعترف بالآخر. النظام النسبي ليش على علته، يعني مع انه ما استخدم ما نفذ بالشكل او بالشكل الطبيعي كيف لازم يكون، قيل انه هذا النظام النسبي هي بتحقق التمثيل الشعبي لشتى فئات الشعب اللبناني بالمجلس النواب، وانه بتعطي لكل واحد كل ذي حجم حجمه. يعني طلال ارسلان حيثية سياسية موجودة بالطائفة الدرزية، ايه لازم يتمثل. ليس توزيره مطلبا سوريا يعني او شرطا؟ لا ما يعني بعتقد، لا ما إلها علاقة. لا لا هذا انا برأيي هذا كلام من ضمن اللي يعني البعض بيحكي بزته بإطار انه والله السوري عم يتدخل. انا برأيي السوري ما بيتدخل بهذا الموضوع. يعني اذا حزب الله عم بيقول يا اخي انا ما بدي حكومة ينسمع يقولوها يقولوا حزب الله، ما بدي هذا. قال حزب الله هذا الكلام؟ يعني انا يعني معلوماتي هذا انا عم بسمع. هذا حزب الله حكومه تعتبر حكومه؟ يعني هذا عبء على الحزب؟ مش عبء، انه اخي انا مش انا لحالي بحكم البلد، مش انا لحالي، لانه بيدرك الحزب انه ما في لحالي بحكم البلد. واذا حكم البلد يعني شو؟ يعني بيعرض حاله لهجمه مجتمع دولي؟ يا لطيف. يعني الحماس راحوا اجتاحوا الانتخابات التشريعية بفلسطين، شوف شو صار فيهم. قام عليهم المجتمع الدولي انتوا منظمة ارهابية وانتوا عملتوا صرتوا عاملين دولة ارهابية بغزة وكذا. فبعتقد حزب من الرئيس نسمعها اوقات من الوزير جبران باسيل ومن غيرهم انه فلنذهب الى حكومة اكثرية، يعني دائما يتم التلويح. ما في اكثرية بهذا المطلب عند كل مفصل بالطائف بموضوع التأييد. نحن ما وصلنا أول شيء للدولة الديمقراطية الفعلية اللي فيها أكثرية تحكم وأقلية تعارض. اثنين، الطائف فرض حكومات وفاق وطني، هذه سلطة إلى دائما بركز عليها، إنه ليش حكومة وفاق وطني؟ لأنه صلاحيات صارت بمجلس وزراء مجتمعا، مش بإيد رئيس جمهورية، بشخص رئيس جمهورية اللي كان يتولاها لحاله. حكومة الأكثرية والأقلية بدأت تفترض أن يكون في بالبلد دولة أحزاب. دولة أحزاب ما في بالبلد، ما في حزبين حاكمين أو ثلاث أحزاب أو أربع أحزاب بيتنافسوا بيخوضوا عملية انتخابية. بس يصير في البلد دولة أحزاب، ساعتها بنحكي إنه والله الحزب الفلاني اللي بيخوض الانتخابات وبيربح هو يروح يشكل الحكومة والآخرين بيعارضوه. ما المقصد من التلويح بهذا الأمر من وقت هذا بسياق يعني أنا برأيي ضغوط سياسة، ممارسة ضغوط سياسية إما على الرئيس المكلف أو على بعض القوى السياسية. بس إنه ما بشوف انا عاوز يستحيل لما كان حزب الله يعني فعلا لا يريد، لانه لا يعتبر حتى انه من مصلحته يعني ان تكون الحكومه مسميات حكومه حزب الله او ان تكون باكثريتها من حلفائه. اذا اين المشكله؟ يعني عندما نتحدث عن مشكله التوازنات، مشكله مش وين عند المشكله؟ المشكله مش عند حزب الله. حتى الرئيس الحريري امبارح بيقول انه يا حزب الله يريد تاليف حكومه، وكل يريد مش هيك عم بيقول. المشكله بالتمثيل السني، يعني بموضوع الخلاف على انه منمثل ال 44 ما عنده شرط حزب الله بان يكون هناك مثلا وزيران سنيان وليس وزير سني واحد. ما عنده مشكله، ما عنده شرط بهالاطار، ما عنده يعني اصلا ما حدا حط عليه شروط للحزب ولا حركه امل حتى يفرضوا شروط اني على الاخرين. يعني مرتضيين بالانوخي لا بدنا نفوت على حصه غيرنا ولا شيء، انه انا ثلاثه ولا حزب الله ولا حركه امل ثلاثه. المشكله اولا بهذا الموضوع، اثنين مشكله العقده المسيحيه، عقده مسيحيه ما غير لا تستهيني فيها. بس ما التيار الوطني الحر على طول عم بيقول انه المشكله المسيحيه قابله للحل رغم كل الصعوبات. طيب يحلها قابله للحل. المشكله الاصعب هي العقده الدرزيه والعقده السنيه، هذا اللي عم نسمعه. لا معلش العقده الدرزيه بتنحل. كيف بمحل بتنحل بالاخر بيتوزر الامير طلال ارسلان؟ ممكن ايه. ما هو مثلا هلا طرح احد الافكار انه يا اخي ما تتمثل انت يا امير طلال ارسلان، خلي تمثلوك بوزير، انت سمي وزير مسيحي، مش ضروري يكون انه كونك انت بكتله. طيب ما سمعنا انه رفض كمان هالعرض يعني. طبعا حتى بس بمنطق التمثيل الطائفي
برجع بقول التمثيل الدرزي هو تمثيل سياسي اكثر منه تمثيل عددي. ايه بس كيف بدك تحل هالازمه؟ بده يرضى ولي جملات انه اخي ما يلغي الاخرين. طب اذا ما رضي، طب ما خطابه واضح، لا تراجع، ثلاث وزراء دروز عم بقول انا برايي بيوصل لمحل بيقبل بوزيرين درزيين ووزير مسيحي مثلا، شو اللي بيمنع؟ ما دائما عم تصير هيك، ليش هلا يعني بده ثلاثه؟ ليش يعني؟ يعني قابل للحل بمعنى ان يتراجع. ايه بده يعني بمحل جملات يعني عن مطلبه. يعني اذا في اراده جديه لتسهيل تاليف الحكومه بده يصير هيك، واذا في اراده جديه عند التيار الوطني الحر بده يتفق مع القوات. لازم يتفق. وين بعد عالقه بعدد الوزراء اللي هن من حصه القوات او بالحقيبه السياديه اللي يعني عم نسمع انه رغم كل ما انحكى انه انحلت وقال لهم الرئيس عون روحوا عند الرئيس الحريري ومش الحال، وقت اللي بيقول الرئيس عون انه طيب بعد عالقه عند الحقيبه السياديه، وقت الرئيس عون بيقول روحوا لعند الرئيس المكلف، يعني ماذا يعني هذا الامر؟ يعني روح لهم على الرئيس، هل مش القصه بإسعاد الرئيس سعد الحريري بس؟ ما لعبه التركيب الحكومي، ما لعبه توافقيه كمان. خاصة الحقائب السياسية أنا كذا يعني. طب ما هو الخلاف بين التيار القوي والقوة ولبنان القوي والجمهورية يعني بالنسبة للسيادية بقى الخارجية والدفاع. هلا ما بعرف إذا طالما بيعطوهم يعني إنه ما حدا حاطط فيتو أصلا يعني ما حدا، بس المشكلة إنه في ما في 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 يعني بقعر القصة وبخلفية انتخابات رئاسة الجمهورية برجع نرجع على نرجع هذا الموضوع ومن يكون الأكثر تأثيرا على الساحة المسيحية، وبالتالي من يكون الأكثر تمثيلا للمسيحيين لحتى هو يفرض حاله أنه أنا هذه الأكثرية تعطيني الشرعية أن أكون المرشح الأول لرئاسة الجمهورية. هون تعليقا على هالكلام بتقول بمقالتك اليوم أنه بعضهم يستعجل استحقاقات لم يحن أوانها وربما يعاقب بحرمانها. إيه يعني من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، إنه نحن هلأ بدنا نرب في المتسابقين يعني هلأ لرئاسة الجمهورية اللي عددتهم ببداية الحلقة إنه ممكن ما حدا منهم يقدر يوصل إلى ممكن مين بيمنع بالآخر؟ الإيرادات الخارجية مهما ضغطت ومهما عملت بالزام في توافق داخلي، يعني بدليل انتخاب الرئيس ميشيل عون. يعني الرئيس ميشيل عون لو لما يرشحوا التيار المستقبل وبعدين القوات، او بالدرجه الاولى تيار المستقبل، يعني لو ما يرشحوا الرئيس سعد الحريري ما انتخب، يعني كنا قاعدين بقى هلا بلا رئيس جمهوري، عاد حليف حزب الله وكذا ومعه وتمسك وكذا، بس بالاخر حزب الله ليس الاكثريه لحتى يفرض رئيس جمهوريه او اي فريق اخر منه اكثريه، لذلك لعبة التوافق القصه. لو اجوا الامريكان او الروس او بعرف شو قالوا والله بدنا اكس رئيس جمهوريه، طيب اذا بالداخل مش متفقين عليه ما بتقدر هاي الايرادات الخارجيه تفرض، شو بيجيبوا جيوش؟ ما بيقدروا. لذلك نرجع لقصه انه هذا بلد التوافق، حتى اشعار اخر بلد التوافق، بس يصير في دوله احزاب. اذا تعذر التوافق حول تاليف الحكومه يعني بده هن القوى السياسيه بدهم يبادروا. هل ببادر الرئيس الحريري بيقول لهم يا خيي كتر خيركم انا حاولت يعتذر يعني تقصد؟ انه هل ببادر؟ ما بعرف هذا السؤال، بس انا لحديت هلا ما شايف انه لا، في خلفه سابقات هو مرق، يعني كمان الحكومات اللي شكلها كمان كان اخذت وقت يعني، وانا برايي بعدنا بالوضع الطبيعي بالفتره المتعارف عليها شهرين ونص يعني قد ايه بتتوقع؟ ولكن انا سمعت حسب يعني القراءه السياسيه يعني انه انا حسب قراءه بعض السياسيين يعني متابعين عن جد يعني عم يحكوا الى ما بعد الخريف ان شاء الله يكون. بس ليش الى ما بعد الخريف؟ يعني هون بدي ارجع كمان للخارج، بانتظار ماذا؟ لانه عمليه الرابط بالخارج، ما عم اقول لك، ما عمليه الرابط بالخارج مستمره من الداخل للخارج، والخارج عم بيحاول ببعض ايه. بس شو بده يصير من هلا للخريف بالخارج؟ هلا يعني ما هلأ تعذر التوافق عليه اليوم، لماذا سيتم التوافق عليه في الخريف؟ تحديدا يعني انتظار اي تطورات؟ يعني واضح في بالافق في مواجهه جديه وخطيره بين الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها وايران،
كأنه المرحلة الجاية محطوطة إيران على يعني على تحت المجهر وتحت سيف العقوبات تحت عنوان تقليص نفوذها أو إنهاء نفوذها في المنطقة. المطلوب من إيران أنه تنهي كل توسعة وكل تحالفاتها غرب الفرات، يعني العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، بدهم يعني. وهذا مطلب إسرائيلي بالدرجة الأولى. إسرائيل بتعتبر أنه إسرائيل باتت العدو الوحيد إلى، وهذا العدو الخطير جدا عليها الوحيد. وإذا بتلاحظي الخطاب، الموقف الإسرائيلي ضد إيران ما تغير منذ أن يعني الإيرانيين سكروا السفارة الإسرائيلية، وقت بعد الثورة سكروا السفارة الإسرائيلية بطهران ورفعوا لها علم، عملوها سفارة فلسطين. من ذلك اليوم إسرائيلي بعده كان ولا زال يعتبر أنه الخطر الحقيقي واستراتيجي عليه هو إيران، مش أي دولة تانية. نعم، اسمح لي توقف مع فاصل علينا أستاذ طارق، طبعا رح ندخل من بعده بتفصيل هذا الضغط الأمريكي على إيران، كيف يمكن ترجمته، خصوصا أنك بتقول اليوم واشنطن لتفجير إيران داخليا، وبتتحدث بمقالتك أنه في مراهنة على أنه يصير في نوع من ثورة داخلية على النظام في إيران بفعل هذه الضغوط الاقتصادية. كمان العقوبات رح تقدر أمريكا توصل بهذه العقوبات إلى أن تفجر، هل قادرة؟ نعم، نحكي بعد الفاصل بالتفصيل بهذا الموضوع، ابقوا معنا إذن بعد هذا الفاصل. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة بالقسم الأخير مع ضيفي مدير التحرير المسؤول بالجمهورية بصحيفة الجمهورية أستاذ طارق ترشيشي. بالقسم الأخير بعدنا مكملين بالأدوار الخارجية، وهم مثل ما قلنا قبل الفاصل رح نحكي عن إيران تحديدا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، وحضرتك اليوم مقالتك تحت عنوان واشنطن لتفجير إيران داخليا، كيف تفهم العقوبات الأمريكية الحالية على إيران، وهل من انتظار بالداخل أيضا لمفعول هذه العقوبات؟ هلا يبدو انه الايرانيين وصلوا او الامريكيين دونالد ترامب وحلفائه وصلوا الى قناعه انه امكانيه شن حرب على ايران مباشره على الاراضي الايرانيه يعني دونه عواقب كثيره، انه بتبلش الحرب ما حدا بيعرف كيف بتنتهي، خصوصا انه اذا يعني ايران ردت على هجمات خارجيه كانت من إسرائيل، من أي قاعدة تطلع أمريكية أو كذا، فهذا ممكن يولع المنطقة. فيبدو أنه اتجهوا نحو تجديد العقوبات، يعني حرب اقتصادية على إيران، حرب اقتصادية، حرب ما تشبه حرب التجويع، بغية تقليب الشارع الإيراني ضد النظام. ويبدو أنه مستفيدين من تجارب سابقة، من فترات سابقة اللي صار فيها وقت اتهموا الإيرانيين البريطانيين والأمريكان وكذا بأنه حركوا بفترة أيام التظاهرات الشهيرة، وبالفترات الأخيرة بالأشهر الأخيرة صار بعض فمراهنين الأمريكان وحلفائهم على أنه الشارع الإيراني يتحرك ضد النظام. هل هذا ممكن ثورة داخلية؟ أنا برأيي لا، منشوف هيك يعني بذورة موقتي. أنا برأيي ما بعتقد رح تزبط لسببين. السبب الأول إنه العقوبات اللي عم تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية هلا هي عقوبات أحادية، عقوبات أمريكية، ليست عقوبات متخذة بقرار مجلس الأمن. لو متخذة بقرار مجلس الأمن في إجماع دولي، يعني القوى الدولية اللي وافقت مجلس الأمن بدها تطبق العقوبات، بينما هلا الامريكاني راح عم يطبق هو عقوبات من جانب واحد، بس عم بيقول كل يلي بده يتعامل تجاريا مع ايران ايه، بس هذا بعد هيدي العقوبات راح يتحاسب، هذا اللي قاله الرئيس الامريكي. بس قديش بيقدر يستمر بهذا المنطقه؟ يعني بالاخر دول العالم عندها مصالح، الاوروبيين عندهم مصالح، عملوا بعشرات المليارات الدولارات عقود بايران. اثنين، هل بيقدر الامريكي فعلا ينفذ هاي العقوبات؟ ليه ما بيقدر؟ ما بيقدر، لانه في ايران مش متروك لحاله، منه لحاله، ما عامل اتفاقات، عامل اتفاقات مع الصين، عامل اتفاقات مع الروس، عامل اتفاقات
دول البريكس يعني مش سهلة القصة. مع العلم انه انا بشوف انه حسب ما انه الايرانيين راح يمروا بفترة كثير صعبة، يمكن تمتد سنة يمكن اكثر، بس انه ما راح يكونوا وحدهم بالمني شايف انه راح انه اسمح لي قبل ما اتابع معك سيستر، اعذرني على المقاطعه، بنستمع الى تصريح النائب شامل روكوز مباشره من مجلس النواب. والسياسه الماليه هي بيد وزاره الماليه والحكومه بشكل عام، تتوليها بدها تدعم القروض. هلا القروض اللي كانت عم تنعطى لمؤسسه الاسكان ولا المؤسسات العسكريه للاسكان كانت عم تنعطى بفايده واطيه. الاقتراح اللي عاملينه انه تعلى الفايدة نتفة تنساعد خزينة الدولة بدعم القروض الاسكانية، تنتوصل لمرحلة 5000 ارض اسكاني بالسنة لمؤسسة الاسكان و2500 ارض اسكاني للمؤسسات العسكرية للاسكان. الاسباب الموجبة لها، اول شيء الاسباب السكنية اللي هي السكن بشكل عام او المشاريع العقارية اللي انضربت بالبلد بطريقة كتير قاسية بهالفترة هي، وبتعرفوا انه الامور العقارية شغلة اساسية بالاقتصاد اللبناني، يعني دورة اقتصادية كانت وقفت من خلال السيكتور العقاري اللي بتعرفوا اسامي كتير انكسروا وافلسوا من هذا الموضوع. من هيك اثرت بصورة مباشرة على الدورة الاقتصادية بالبلد. النقطة الثانية الدورة الاقتصادية بشكل مباشر اللي هي الصناعة والتجارة، التجارة اكيد العقارات والصناعة، ما 60 قطاع انضربوا بفترة وقف القروض الإسكانية، اللي منها مثل ما بتعرفوا المهندس والتاجر والنجار والبطونجي والحديد والمفروشات والإلكترومنجية، كل هذه القطاعات انضربت بهذه الفترة، بقى وقفت الدورة الاقتصادية بنسبة كبيرة. النقطة الثالثة من الأسباب الموجبة هي اجتماعية. اجتماعياً أكيد في بطالة بشكل واسع لأنه انضربت هالقطاعات هذه اللي قلنا عنها. والنقطة الثانية خاصة قضايا الاجتماعية، الزواج الدافي من الناس اللي كانوا ناطرين بهاي الصيفية أو الصيفية اللي قبلها فرص الزواج، توقفت كلها بسبب المشاكل الإسكانية والشقق الإسكان. بقى من هون انضربت عدة قطاعات بذات الوقت اقتصادية واجتماعية. عم شجعهن بقى. هذه التداعيات الخطيرة خلتنا نقدم هالاقتراح القانوني اللي هو دعم الدولة بنسبة 5% لكل أرض إسكاني، بالإضافة بالإضافة لغير دعم الدولة للأرض الإسكاني. هذا الدعم بده يتاخد من محلات معينة، بده تنسيق مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والمؤسسة الوطنية للإسكان، المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسات الجيش الإسكان. أكيد نسقنا معهم كلهم سوا ووصلنا لمرحلة أنه قدمنا هذا الاقتراح القانون اللي بيحكي عن هذا الموضوع. قيمة الدعم الحكومي للسنة الأولى راح تكون حوالي 48 مليار ليرة لبنانية كحد أقصى لل 5000 أرض إسكاني للمؤسسة الوطنية للإسكان. كلفة الدعم الإجمالي على 15 سنة راح تكون 381 مليار. اللي بدنا نعرفه من هذا الموضوع انه الدعم اول شيء كان، تعطيكم فكره، 2.6 لمؤسسه الاسكان و1.6 للمؤسسات العسكريه. اكيد هلا ني علي الفايده على هذه القروض تنقدر ندعم خزينه الدوله تتقدر تعطي هالقروض الاسكانيه بشكل كامل. هلا في تابلويات محطوطه بنوزعها عليكم لكيف بده يكون الدعم لمؤسسه الاسكان ل 30 سنه. بالفترة السابقة كانت يندعموا لأول 15 سنة تيسددوا القروض، ولتاني شطر تاني 15 سنة يسددوا الفايدة بفايدة أقل. بس اللي عملناه هلا إنه يسددوا القروض على أول شطر هو 15 سنة، وتاني 15 سنة تضل الفايدة زيتها كمان دعما لخزينة الدولة، لأنه بدنا نوازن هون بين مصالح الناس وكيف نأمن مصالح الإسكان بشقة صغيرة ما بيزيد سعرها عن 200 ألف دولار أو مساحتها عن 200 متر مربع، وبالوقت ذاته انه ما نكسر خزينه الدوله تتقدر تامن القروض على فترات طويله. بشكل عام راح تتسدد هالدعم هذا راح يتسدد من خلال ضريبه الدخل على المصارف. هلا انا بنعلق على هذا الموضوع اللي هي 17% راح يتاخذ منها، بس ما بالمبدا قانونيا وتشريعيا ما بتاخذ منها مباشره، راح تكون بخصم
سلفا عن ضرائب للمصارف. هلا لتجي على المصارف في هذا الموضوع، الفائده اللي بدها تاخذها المصارف، طرحنا انه ما يكون عليها ضريبه دخل، هيدي الفائده بدها تاخذها المصارف تنشجع اكثر واكثر المصارف يعطوا قروض سكنيه للفتره اللي جايه. مثل ما قلت، المؤسسه الوطنيه للاسكان هي مدتها 30 سنه القرض تبعها، بينما المؤسسات العسكريه ل 25 سنه. بال 25 بال 30 سنه رح يكون الدعم بينزل من ال 475 مليار لل 235 مليار، نص تقريبا بينزل للمؤسسه، بينما للجيش بينزل 340 مليار، يعني بصير تسهيلات اكثر واكثر. هذا الاقتراح رح بناء معجل مكرر بناء لاحكام المواد 100 110 112 من نظام داخل مجلس النواب، والاسباب المبينه بالمذكره المرفقه على الاقتراح حسب احكام الماده 110 المشار اليها. بقى بنتمنى انه باول جلسه تشريعيه ينطرح هذا، حتى لو كان في اشكاليات على الجلسه التشريعيه بوجود حكومه تصريف اعمال او حكومه، بنتامل ان الحكومه باسرع وقت ممكن تطلع، بس اذا كانت حكومه تصريف اعمال بعتقد جدير بالاهتمام انه يتمرن هذا اقتراح القانون معجل مكرر باول جلسه، لانه في ضرورات اقتصاديه واجتماعيه وعقاريه وماليه ودوره اقتصاديه ضروريه بهالفتره هيدي انه نقدر نقلع بهذا الموضوع. في اقتراحان غير مقدمين، ما في مشكله بهذا الموضوع، اكيد رح يكون في مناقشات باللجان المشتركه وبنقدر نطلع ب اقتراح موحد كلنا سوا. منفتحين على كل هذه المواضيع بشكل نأمن مصالح الناس وخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة اللي بنالها هذا اقتراح القانون مباشرة. إذا حدا بيحب يسأل شيء يعطيكم العافية. من بعد هذا النقل المباشر من مجلس النواب أتابع القسم الأخير معك أستاذ طارق ترشيشي، ولحتى نختم من بقى صار وقتنا ضيق، وإنما كنا عم نحكي عن حرب اقتصادية تشنها أمريكا على إيران لتقليب الشارع الإيراني على النظام، وكنت عم تستبعد أن تنجح هذه الحرب الاقتصادية. لماذا؟ رغم أن الوضع الاقتصادي سيء، البطالة مرتفعة، يعني العملة عم تدهور، يعني مما لا شك فيه أنه يعني حيمرقوا بفترة كتير صعبة، لكن يعني بتجاربهم السابقة لهم 30 سنة كانوا عم يخضعين لعقوبات، وهي عقوبات دولية مش أحادية، مثل يعني استطاعوا الإيرانيين أنه يجاوزوا هذه المرحلة. لكن أنا برأيي بدي أشوف أنه شو اللي بده يصير على هامي، يعني إلى جانب هذه العقوبات، هل هذه العقوبات ستؤدي إلى أنه الإيراني مثلا ينفذ تهديده، خصوصا إذا وصلوا لمرحلة أنه منعهم من تصدير النفط، بأنه يروح يقدم على إقفال مضيق هرمز تحت عنوان أنه مثل ما عم بنقول هلا إذا ما في نفط، لا إذا ما صدر نفطنا لا أحد يصدر نفطا وكذا، هون بكون دخلت المنطقة. إذا بخصوص هذا ساعتها المنطقة بتدخل بمخاطر عسكرية جدية، ما بتعوش قصة اقتصادية. بس أنا برأيي في مرحلة معينة بده يصير تفاوض، بده يصير في مفاوضات. أو بعتقد لازم نبلش نطلع إلى العماني اللي عادة هو دائما بيلعب دور الوسيط. الوساطة. ايه. في شيء عم يتحرك على هذا الخط حاليا؟ في كلام بهذا المعنى، خصوصا بعد ما حكي الرئيس الأمريكي إنه مستعد لمفاوضات بدون شروط مسبقة وكذا. وإجا رد إيراني، يعني المرشد بالمطلق رفض، الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إنه ما فينا نعمل مفاوضات تحت العقوبات، الأمر اللي فهمه البعض إنه والله إيه مستعدين نتفاوض بس بدون مش تحت سيف العقوبات وكذا. نعم. وهون كمان في بالداخل الإيراني، في أنا ملمح للموضوع إنه في بين الحرس الثوري وبين يعني الإصلاحيين اللي أحدهم هو الرئيس روحاني، إنه في نقاش وفي خلاف إنه كيف بتتصرف، كيف تقول هذا الكلام، وإنه يعني إذا عم تقول هيك أنت يعني أنت عم تعدم إيران خيارات كثيرة
وعم تحرج المرشد اللي اخذ موقف يعني على عندما يقول فيه. انه مستعدين كانه للتفاوض مع الامريكي في حال رفعت العقوبات عن بالوقت عن اللي المرشد عم بيقول انه لا بالمطلق نعم. لو شو ما صار ما فيش طبعا نعم. لحتى اختم هذا الموضوع باختصار شديد، اذا هل هناك في الداخل من يراهن على هذه العقوبات وتصعيدها؟ مش يراهن، انه مش يمكن يكون ببعض عم بيراهن، بس بالمبدا انه اذا دخلت المنطقه بهذا يعني رح يكون المنطقه يعني محفوفه بالمخاطر. نعم. المرحله بالاجمال يعني انه يمكن شو اللي نعم. بيمنع انه اسرائيلي مثلا اللي خاوف مثلا هون انه الاسرائيلي يعمل شيء على مستوى نعم. قصف المواقع الإيرانية والحزب الله بسوريا نعم. أو كذا نعم. فمن هون أنه إيه في خوف أنه يعني هذه عملية تأليف الحكومة تتفرمل يعني بصير بآخر اهتمامات ويطول أمادها نعم. في انتظار أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم استاذ طارق تفتيشي مدير التحرير المسؤول بالجمهورية. أهلا وسهلا فيك من جديد.